السياق الطبيعي اللي حصل بعد ما الذي حصل باكتشاف المتفجرات من حوالي شهرين وما حصل بالأمس لابد من أي تسلسل منطقي إلا أن يربط الأمرين ببعضهما البعض. فمن الطبيعي أني عم بربط الأمرين بأمر البعض بدون استباق التحقيق. يلا يا عمي يلا، هلأ مين زابط ومين مش زابط؟ يلا أنا بهاللحظة أخذ الموقف الوطني ومتمسك لحين فخامة الرئيس يخلص من مشاوراته. على ضوء مشاوراته بقدر أقول أنا شو بكون موقفي النهائي، وبلغت فخامة الرئيس أني متمسك بقراري. هيعمل مشاورات وحتشوف. أنا ما من شأني أنه حكومة إنقاذ وطني أو إنقاذ وطني. فخامة الرئيس حيشوف الموضوع بالمشاورات مع أركان طاولة الحوار لحتى نقدر نشوف، لأنه في قول أنه معلش خليها تصير أزمة كتير كبيرة بالبلد ربما نوصل لحل نهائي للبلد، وفي ناس بنقول لا خلينا نقطع هالمرحلة هلأ نحن موجودين فيها بالوضع بالمنطقة لحتى تنجلي الأمور أكثر لحتساوى. في أرى عم بيشوف فخامة الرئيس بمشاوراته لحتى نشوف كيف نعمل. تصرف على هذا الأساس يعني قد نجد أنفسنا أمام لا دولة اليوم في طرق